انا عايز افهم بقى ايه اللي حصل لك. انا مش مصدق اللي انا بسمعه ده. انت كنت نموذج للشباب، الشباب الواعد. ايه يعني؟ كنت بتاخد بنات انت واصحابك مكتب باباك؟ كنت بتاخد بنات انت واصحابك مكتب باباك صح؟ اه. بكره تتجوز وتعمل، بتشرب حشيش؟ اه، وساعات بنكو. بكره تبطل، بتسقط في الكليه على طول. يا سيدي كلنا سقطنا. اه طبعا. بكره هتنجح وهتبقى دكتور مشهور ان شاء الله باذن الله. لكن التغيير اللي حصل لك ده انا عايز افهمه. انت اتكلم يا عم. مش قلت لي انك صاحب بابا؟ بابا ده عندك في البيت. شوف يا باشا، انا هقول لحضرتك على كل حاجه. ده انا عمره صلى ولا عايز طريق جامع. والله يا باشا هي دي كل الحكايه. يخرب عليك يا عمرو، ده انت مصيبه. عملت كل ده عشان البنت دي؟ انا لقيت نفسي في الموقف ده ومش عارف اتصرف ازاي. بس ما اخبيش عليك يا فندم، اتغيرت في حياتي حاجات كتير للاحسن طبعا. لو الموضوع كده ده شيء يسعدنا. صدقني يا فندم هي دي كل الحكايه. وبعدين احنا في امن الدوله ومحدش يكذب هنا يعني. وفرح؟ فرح مالها؟ فرح فرح انسانه كويسه جدا. اه هي ممكن تكون متشددة شوية بس ما اعتقدش انها بتعمل حاجة غلط. فرح للأسف. لا يا باشا بلاش للأسف دي يا باشا، دايما للأسف دي وراها مصيبة. فرح على علاقة بناس مشبوهين. مشبوهين ازاي يعني؟ مشبوهين. ايوه مشبوهين، يعني بتروح شقق مفروشة في العجوزة مثلا. انا مش فاهم. اكيد الناس دي مورطينها، يا اما في سوء تفاهم. تعرف ابو سمره المغربي؟ لا نعرف ابو سمره السكره. انت هتهزر؟ اقعد. تعرف صاحب الصوره دي؟ ده الراجل بتاع الملجا. شوف يا عمرو، في ناس بتدارى ورا عبايه الدين وبيجندوا الشباب المتحمس الملتزم ويستخدموهم للاضرار بمصلحه البلد، زي الراجل ده واللي على شكلته. طب لما انتوا عارفين شاكلته والحاجات دي يعني ما شاء الله، يعني ما قبضتوش عليه ليه؟ عشان كده عايزينك تساعدنا وتساعد فرح لو بتحبها. مالك يا فرح؟ مفيش، الحمد لله على سلامتك. ده انا عمره صلى ولا عارف طريق جامع. واحنا متاخر جوه؟ هدخل اقابل الاستاذه ابو سمره وهنمشي على طول. ليه وانا مش هدخل معاك؟ اصل الاطفال وحشوني قوي. لا طلب مني اجي لوحدي، وبما انك طول عمرك سباق في فعل الخير فقلت اما اشركك معايا في المهمه البسيطه دي. مهمه ايه؟ وعايزك تيجي لوحدك ليه؟ الراجل ده انا ما برتاحلوش. ان بعد الظن اسم، ثم ان الراجل ده كل الناس بتشكر فيه، طول عمره بيشتغل متطوع وحب حياته لخدمه الناس. زيك كده. هو في ايه؟ شوف يا بنتي، في جمعيه خيريه عالميه عايزين يتبرعوا لنا بمبلغ ضخم، وعايزين حد يكون في مصر حلقة وصل بيننا وبينهم، واحنا بقى اخترناكي انت للمهمة دي. يا هيثم. ايوه يا هيثم، وانت كمان يا حبيبي، والله وحشني قوي. الله يسلمك يا هيثم، الله يخليك. تقول ايه؟ فالنتين دي؟ حفلة؟ فين؟ لا يا هيثم معلش، اعذرنا يا حبيبي معلش مش هقدر اجي. طيب هقول لك. طيب حاضر، مع السلامة يا عصام. كنت بتكلم مين؟ ده هيثم. هو الأستاذ أبو سمرة كان عايزك في إيه؟ أبدا دي حكاية بسيطة، أنا كنت فاكرة الموضوع كبير. خير إن شاء الله. في واحدة أجنبية جايبة تبرعات من جمعية عالمية وكان عايزني أروح أستلمهم منها. وده هتوصل إمتى؟ هتبقى تبعت لي إيميل. هو هيثم كان عايزك ليه؟ ده كان بيعزمنا على حفلة الفالنتاين دي. إيه؟ فالنتاين؟ أنا ما بقولش، ده هيثم اللي بيقول. الفالنتاين ده بيدعي على فكرة والله. لعلمك يا عمرو أنا كان في حاجات كتيرة أوي مش واخدة بالي منها، بس ابتديت أخد بالي منها كويس أوي. حاجات؟ حاجات إيه؟ أنت محتاج إعادة بناء، عملية تطهير شاملة. إيه رأيك تروح أفغانستان؟ فين؟ أفغانستان ولا صعب عليك؟ لا أروح أفغانستان. آه. ولا تروح الشيشان؟ في تركيا.